أنا يمنى مطر، دكتورة نفسية ومدرس مساعد في كلية الطب القصر العيني جامعة القاهرة. بشتغل في العلاج النفسي بقالي 5 سنين دلوقتي. اشتغلت في مستشفى الطب النفسي في القصر العيني، واشتغلت في مركز تأهيل لعلاج مرضى الإدمان، متدربة تدريب معتمد من لينان انستيتيوت واشنطن للعلاج الجدلي السلوكي أو Dialectical Behavioral Therapy، اللي هو المختص لعلاج مرضى اضطراب الشخصية الحدية أو Borderline Patients. بشتغل مع بالغين، مراهقين، مرضى الإدمان. بحب أشتغل مع مرضى اضطراب الشخصية وبالذات الشخصية الحدية. أنا بحب أشتغل مع البني أدمين، بؤمن بيهم جدا، بحب أسمعهم، أوصل للي جواهم، أقبلهم زي ما هم من غير ما أحكم عليهم. بحب أساعدهم إن هم يوصلوا إن هم يبقوا راضيين أكتر، واثقين في نفسهم أكتر، ويحققوا لنفسهم حياة تستاهل إنها تتعيش. لو أنت بقالك فترة مش كويس، قلقان، متوتر، عندك مشاكل في العلاقات، عندك مشاكل في نظرتك لنفسك، عندك مشاكل في إنجازك في دراستك أو في شغلك، ما تترددش إنك تطلب المساعدة. أنت تستاهل إنك تتساعد وتستاهل إنك تبقى أحسن.